السلام عليكم. دلوقتي هنبدأ نسطب لعبة. هقول له هنا ستور وابدأ اعمل سيرش هنا على اركيو. ممكن تيجي هنا السيرش وتقول له انا عايز اركيو، جيبها لنا اهيت. هقول له ايه اوبن، دي حاجات كتير كنا احنا عاملينها. فممكن اقول له احنا عايزين مثلا دوت، اخترنا واحد جديد خالص غير اللي احنا كنا شغالين عليه. وممكن نختار مثلا حاجة بالشكل دوت او ده. طيب خلينا في ده خالص في الاولاني، تمام. وممكن تعمل نيو، ممكن تعمل دوبليكيت او ديليت او اكسبورت او امبورت زي ما انت عايز. خلينا نقول له نيو، تمام. ده جاهز، فاحنا مش عايزين حاجة جاهزة. وخلينا نقفل دوت. هبدأ اروح بقى ايه اختار بقى المكان اللي انا عايزه. طيب عايز ابدأ انشئ انا بقى حاجات انا عايزها، فادوس على الزرار التاني دوت اللي هو ازرق دوت، ماشي. اقول له انا عايز نيو، واقول له انا عايز شجرة، وابدأ احط الشجرة مثلا هنا. ابدا ادوس هنا، اقول له انا عايز مثلا كريت للشكل دوت اهو، كريت للشكل دوت اهو. ابدا ارسم اهو زي ما انا عايز. كريت اللي بعد اللي انا عايزها بالشكل كده. ممكن اجي هنا يطلع لي بقى حاجات كتيرة. ممكن ندخل في الأشكال، في البيبول، في اللاندسكيب. يعني أنت مش ملزم بنوع واحد من الشجر، لأ ده في مكتبة كبيرة جدا تقدر تختار منها زي ما أنت عايز. اه دي بفلوس، خلينا في اللي هو ببلاش دوت. يعني كلوز عشان ايه نبقى مركزين في اللي احنا عايزين نعمله. ممكن تعمل سبليت، ممكن تعمل اديت. اديت يعني هختار مثلا شكل معين اهو وابدا اعدل فيه زي ما انا عايز. ممكن اقول له انا عايز اعمل ديليت، فتبدا بقى ايه تلغي اللي انت عايزه. ممكن تغير الالوان. طب خلينا عايز اعمل انا سكتش، فهرسم لكم مثلا شكل اهوت بالشكل دوت. تقدر تكتب حتى اي حاجة انت عايزها وتبدأ تشرح. حتى تقدر تكتب، يعني لو انت عايز تكتب ستيكي نوت خلاص انت ممكن تختار من هنا كده في ستيكي نوت اهيت بالملحوظات، بحيث ان اي حد ماشي يقدر ان هو يقرا الملحوظات اللي انت عايزها. ممكن تيجي هنا. طيب هوريكم برضه حاجة ظريفة. ممكن تيجي هنا وتقول له أنا عايز الشمس، وتبدأ تخلي الجو بالليل أو تخليه الصبح زي ما أنت عايز. ممكن تاخد سيكشن ماب تيتوريال، تشوف الحاجات بتاعت البيم لو عندك في هنا ميتنج. فتبدأ بشوف الروم نيم والباسورد والاسم بتاعك عشان تدخل الميتنج. في عندهم يكون في اكتر من سيناريو، تبدأ تختار بقى السيناريو اللي انت عايزه. في سيتنج الوول والسيلينج والوحدة التكاسة اللي انت بتشتغل بيها. السايز، ممكن السايز نبدأ ان احنا مثلا ايه نغير السايز اهو. من هنا لهنا هيبقى قد ايه، مثلا 2 متر ونص مثلا. زي ما قلنا المكتبة كبيرة جدا، في حاجات كتيرة. ممكن تاخد ملفات من الكلاود او تعمل امبورت او حاجات خاصة بالانتيريور. هو كورس ده في انتيريور بس انا تعبت وعايز احاول
فقلت فرصة بقى. من خلال الزرار اللي هو عامل زي العصاية يمين وشمال وكده، ممكن تبدأ تتنقل بسرعة زي ما انت عايز. والشمال برضه نفس الفكرة، بس يعني بحس ان هو مديهالها 3D شوية. دلوقتي انت عايز تحط الحاجة دي فين، وبتظبطها في الكرسي كده بالشكل ده. إن شاء الله البرنامج يعجبكم بإذن الله.